بعد 3 سنين حضرتك شايف ايه اهم الامور الخاصه من المحاور ومبادئ كمان الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان تم تحقيقها على ارض الواقع؟ الاستراتيجيه كانت بتشتغل على 3 محاور رئيسيه. لو بنتكلم على مسارات للتنفيذ، المسار الاول كان يتعلق بالتطوير التشريعي ثم التطوير المؤسسي بالاضافه للتثقيف وبناء القدرات. على مستوى التطوير التشريعي شهدنا عدد من التشريعات وممارسات عمليه لتطبيق التشريعات، سواء بخروج لوائح التنفيذيه القوانين تم اصدارها قبيل استراتيجيه، بالاضافه كمان لتشريعات جديده خرجت لمناهضه العنف ضد المراه، تعزيز الممارسات في العديد من الفئات، قانون حمايه المسنين كان واحد من اهم القوانين الذي خرج في ظل الاستراتيجيه، ومصر من الدول القليله في العالم التي تمتلك تشريع يضمن للكبار السن حقوقهم، بالاضافه كمان لخروج التشريع الخاص بالتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي واللي بيعزز من دور منظمات المجتمع المدني في عمليه التنميه. عندنا الجزء الثاني لما بنتكلم على التطوير المؤسسي، خروج المجلس القومي لحقوق الانسان في تشكيله الحالي كاول مجلس منتخب في تاريخ الدوله المصريه عقب اطلاق الاستراتيجيه بشهور قليله، يعني الاستراتيجيه خرجت 11 سبتمبر، بنتكلم على 4 اكتوبر كان تصويت البرلمان واختياره لاعضاء المجلس القومي من ضمن 2000 مترشح. تم الاتفاق على والتصويت على 25 عضو رئيس ونائب من الحركة الحرية المصرية ومن منظمات المجتمع المدني يعملوا بشكل مستقل بالكامل. هذا المجلس هو أول مجلس مستقل بالكامل، تبعيته النهاردة هو سيد قراره في ملفات حقوق الإنسان. بالإضافة كمان عندنا طفرة مؤسسية في مراكز الإصلاح والتأهيل اللي اتبنت في الدولة المصرية. محدش يقدر ينكر إن احنا كان عندنا مشكلة في السجون القديمة والسجون التقليدية التي تم إنشائها منذ مئات السنين، لكن احنا بنتكلم في الدولة المصرية في عصرنا الحالي مراكز الإصلاح والتأهيل هي مراكز تطبق كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان. آخر جزء في التطوير اللي احنا بنتكلم عليه وهو الخاص بالتثقيف وبناء القدرات، كان سابقا من يتم بناء قدراتهم في ملف حقوق الإنسان وكان مسموح بكل سهولة ان هم ياخدوا برامج في هذا المجال هم أعضاء جهات إنفاذ القانون، الجهات الشرطية، النيابة العامة، الهيئات القضائية، ولكن بموجب الاستراتيجية كل أعضاء والعاملين بالجهاز الإداري للدولة أصبحوا شركاء في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وده أعتقد كلها تطورات مهمة.